منذ أن أعلنت الحكومة السعودية عن تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين على أراضيها بطريقة غير قانونية، ما تزال الهيئات المشرفة على استقبال أبناء الجالية اليمنية مستمرة في أعمالها على الرغم من انخفاض أعداد المراجعين لها بعد تمديد المهلة. بالنسبة لتوافد الأعداد، ونجد في المرحلة الأولى بمعنى قبل التمديد، الأمر السامي بالتمديد، كان الأعداد كبيرة، لكن بعد التمديد كان العدد في تناقص في العدد، لكن العدد الإجمالي الآن في المملكة ما يربع على 416,000 مستفيد من النظام. وحسب التعليمات، يتم منح المقيم اليمني الذي يتم تصحيح وضعه تأشيرة زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، كما يسمح له بالعمل وفق أنظمة وقوانين العمل السعودية. الحمد لله، بعد ما خرجت الوثائق من السفارة جيت للجوازات وقدمت أوراقي، والعملية ما استغرقت إلا ساعة إلا ربع حتى استلمت البطاقة. الحقيقة ما لاحظناه من السلطات السعودية هي تسهيلات اليمنيين وتخليص معاملاتهم في أسرع وقت ممكن بأقل من ساعة إلا ربع، ونحن نعدهم أن نبادلهم الوفاء بالوفاء. تمديد عملية التصحيح والتي تسير وفق إجراءات ميسرة من قبل المديرية العامة للجوازات جاءت بطلب من الحكومة اليمنية لإتاحة الفرصة أمام من لم يتمكن من تصويب أوضاعه خلال المهلة الأولى. مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية للمقيمين اليمنيين بطريقة غير شرعية في السعودية والتي حدث نهايتها في منتصف الشهر الجاري، يسابق أبناء الجالية اليمنية الزمن لتصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة تحت مظلة قانونية. بدر ربيعان، سكاي نيوز عربية، الرياض.